السلام عليكم، شلون الشباب؟ وياكم كابتن رسول، وهذا مقطع لعبة كول اوف ديوتي موبايل. طبعا من زمان عن اليوتيوب وعن القناة تقريبا صار 3 شهور، الاخر فيديو نزل بالقناة او راح يصير له 3 شهور يعني، اللي هو طبعا بالمناسبة كان خصوص حل مشكلة نفذ الوقت، اللي هذا المشكلة اللي انتشرت بشكل يعني بشكل واسع، لذلك سوينا لها فيديو او فيديوين تقريبا لحل هذه المشكلة. طبعا بعد التحديثات يعني صارت مشكلة تظهر بشكل اقل يعني مو مثل قبل، وتقدر تفتح اللعبة بشكل تلقائي بدون ما تستعمل البرنامج اللي شرحت عنه بالفيديو الاخير اللي قبل شوية ذكرته، لكن هم تظهر يعني هم تظهر بشكل يعني متوالي بين فترة وفترة اذا كان النت مثلا عندك مو مستقر، فتقدر تستعمل البرنامج حتى تفتح اللعبة مثل ما تشوفون قدامكم. السنت عندي طبعا مستقر، كلش مستقر، لكن يعني افضل من قبل، افضل من قبل، تقدر تفتح اللعبة بشكل طبيعي. عموما طبعا سبب الانقطاع هو يعني ظروف وما الى ذلك، تقريبا صار يعني فترة طويلة وما يصير يعني هذا الشيء يؤذي القناة انه ما تستمر او تنقطع عن القناة، هذا الشيء اكيد مو زين للقناة ومو زين لكم كذلك. فكل هذا مقدمة للي لسبب الانقطاع، وايضا نحل هذه المشكلة ما نفذ الوقت، وان شاء الله انحلت وماكو اي مشاكل بعد. اوكي شباب، ان شاء الله بهذا الفيديو راح اشرح لكم، او العفو نستعرض تركيبات سلاحين بعد ما ذكرنا سبب الانقطاع، وان شاء الله مستمرين طبعا، وايضا نحل ذيك المشكلة الخاصة بنفذ الوقت. فأوكي شباب، بدون ما أطول عليكم أكثر، مباشرة نروح للإعتاد ونستعرض تركيبات هذه السلاحين، اللي هو طبعا الأول، أول سلاح اللي هو خاص بهذا الموسم الجديد، نزل بهذا الموسم أعتقد يعني، أو يعني متأكد لأنه موجود بالباتل باس. فأوكي مثل ما تشوفون قدامكم هذه تركيبات السلاح، اللي هو اسمه جرو، طبعا ما ذكرنا اسمه، سلاح جدا قوي، وهذه تركيباته جربوها متأكد يعني من عندها انه قوية وراح تعجبكم يعني عن تجربة اكيد، وراح اسوي اشوفكم نبذة عن هذا التركيبات او السلاح يعني عن طريق جيم بلاي شوفوا. اوكي شباب، طبعا ارجو المعذرة لانه النت فصل، وهسه يلا رجع تقريبا صار نص ساعة. عموما ما اطول عليكم، كملنا من تركيبات سلاح جرو اللي هو بهذا الموسم موجود بالباتل باس، توصل 21 ينفتح عندك مجاني طبعا السلاح يعني. فهسه ننتقل لتركيبات السلاح الثاني اللي هو طبعا قبل نزل هذا، هم الهجومي من الاسلحة الهجومية، فئة الهجومية الاي ار، طبعا هواي استعمل هذه، ايش جاي اسوي، هواي استعمل هذه الفئة اسلحة الاي ار كلش يعني تعجبني، وهي اصلا يعني حسب اسلوب اللاعب سواء كان قناص او اسلحة هجومية او اسلحة SMG السريعة الخفيفة. تمام، مثل ما تشوفون قدامكم هذه تركيبات السلاح FFAR1، مثل ما واضحة قدامكم، طبعا سلاح جدا قوي وانصحكم تجربوه يعني، هو كذلك ايضا الجرو طبعا بعد اقوى هم يعني. اوكي هذه تركيبات واضحة قدامكم، وراح اشوفكم ايضا جيم بلاي نبذة عن هذه الاسلحة، اثنيناتي راح اسوي عليهن حتى تعرفون يعني شلون التركيبات هذه خرافية. اوكي شباب، لهنا وصلنا لنهاية الفيديو، ما اعتقد اكو شيء بعد اضيفه بخصوص محتوى هذا الفيديو، مثل ما ذكرنا اولا المقدمة اللي تحدثنا بخصوصها حل مشكلة نفذ الوقت، وايضا سبب الانقطاع، وان شاء الله ان شاء الله ما انقطع بعد يعني، نبقى مستمرين بوجودكم او بدعمكم. وكذلك ذكرنا او استعرضنا تركيبات هذه السلاحين اللي هو الجرو والاف ار او FFAR، ما ادري شلون اسمه صاير يعني، محتوى الفيديو سويته هيك حتى ما يكون ب مثل ما نقول يعني خالي من الفائده، او يعني ايضا احنا لازم ما نطلع خاليين الوفاض. اوكي، اتمنى تكون استفاديت ولو بشي بسيط، اشترك بالقناة فعل زر التنبيهات، وبس اخوكم كابتن رسول في مؤلف.
first mission. Huh.